اليوم كما شفتوا معنا قمنا السيد العامل بمجموعة من الناس المسؤولين في الإقليم تسين هذا المركز هذا المستشفى الميداني على غرار مجموعة من المستشفيات أخرين، مستشفى ميداني للدار وسط داخل المستشفى الإقليمي مولاي رشيد، مستشفى ميداني للطاقة الاستيعابية ديالو كتبلغ 40 سرير بيان سور مزود بهاد لي شابيتو هادو، كل شابيتو عنده ليتيليتي ديالو. شابيتو الاول كيخص وحده الاستقبال، والشابيتو الثاني كيخص قاعه الانتظار، والشابيتو الثالث بالنسبه للكونسلطاسيون، والشابيتو الرابع كيخص مستودع اللي يكون ديال الادويه اللي يكون ديال الاخر. دونك هذا جا في اطار تعزيز والمجهودات اللي كتقوم بها من اجل يعني لا بريزون شارج ديال لي باسيون كوفيد. كما كتعرفوا هاد الاونه الوطن ديالنا الحبيب عرف واحد ارتفاع وتزايد ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كوفيد 19، دونك من اجل تصدي لهذا الوباء هذا قمنا بتعزيز وتوسيع الطاقه الاستيعابيه ديال المستشفى من خلال هذا المستشفى الميداني. كيف ما قلت لكم كتبلغ الطاقه الاستيعابيه ديالو 40 سرير. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.